في عز ما انت كنت موجود في نادي الزمالك مشيت، يعني في عز تألقك مشيت، ومجلس الإدارة في عز ما هم، خلي بالك في نقطة فاصلة في اللي أنا بقوله ده. مجلس إدارة نادي الزمالك كان موجود الدكتور كمال درويش وكابتن عزمي مجاهد. تمام. ودكتور إسماعيل سليم. ودكتور إسماعيل في ظل يا كابتن مصطفى ما الزمالك حاصل على كل البطولات دي السنة اللي جالك أنا هقول حسام وإبراهيم. كابتن حسام وإبراهيم مشي. لا. وبشير مشي. وفي شويه لعيبه اللي هم القوام. خليني بس انا عايز ارد على السؤال ده، مش كابتن مصطفى، معلش كابتن مصطفى بعد اذنك، عشان انا كنت موجود في الليله وعارف ايه اللي كان بيحصل يعني. اتفضل. بص احنا يعني انت عمرك شفت نادي كان بيتمنى لعيبته ان هي تخسر او الفرقه تخسر عشان ما يصرفش فلوس؟ عشان ما كانش عنده، يعني دكتور كمال ما كانش عندنا فلوس في نادي الزمالك اياميها. يعني كان فعلا وصلت لحاله ان كانوا بيتضايقوا ان احنا بنكسب عشان ما يصرفش فلوس. ده انت مسؤول عنه. طبعا. يعني طبعا لعيب في النادي. لا اصل يقول لك الاداره مش عايزانا نكسب. ما عندوش موارد يعني خالص. يعني في حاجه اسمها الاداره مش عايزانا نكسب؟ ما عندوش موارد. انت بتتكلم عن نادي الزمالك. ايوه دي كانت حقيقه. موارد ايه؟ ايوه ما كانش فيه. طب ده نادي الزمالك وكسبان كل البطولات يا كابتن مهيب مصطفى. انا اللي جوه مهيب. ايوه ما انا ما قلتلكش حاجه. اصل ان انت تقول ان مجلس الاداره مش عايز اللعيبه تكسب، دي كارثه. كارثه. لا مش عايز اللعيبه تكسب كره في اللعيبه. لا عشان ما هي ماليش دعوه. ماليش دعوه. في فرق يا مهيب. انت بتتكلم على رجل اكاديمي دكتور كمال درويش ما كانش عنده دعم خالص ولا اي حاجه. طب بعدين خلاص يبقى كان يقدم استقالته ويمشي. اكمل لك. صح يا كابتن. اللي كان منجح مجلس الاداره ده مهيب يا كابتن مصطفى بطولاتنا ومكسبنا. احنا قعدنا فتره مهيمنين يعني. صح حقيقه. وسنه يعني ثلاث سنين والسنه الرابعه الاسماعيلي والنادي الاهلي بعيد يعني المنافس بتاعك. يعني انت اتبعت عن قصد. انا 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 قلت انا همشي مش هقعد لان انا قلت لك يا مهيب ان انا اكبر مبلغ ماسكه وانا مسافر بره من نادي الزمالك وواخد احسن لعيب في مصر سنتين مش احسن مدافع احسن لعيب واحسن لعيب في البطوله العربيه واخد 56,000 جنيه في الوقت نفسه اللي قلت لك كان في لعيبه جايه بتاخد مبالغ يعني انت لو جيت تحسب هتلاقي انت نفسك مثلا نقطه في بحر عندهم انت مش قادر تتكلم انا عشان انا اول ما جيت نادي الزمالك امضي على بيض امضي على بيض. مين اللي جه في وقت ما انت مشيت؟ انا جه عليا بعدين انا مشيت يعني جابوا كميه لعيبه كتير جدا. يعني انت مشيت مين اللي جه مكانك؟ كتير قوي كتير يعني انا مش عايز اقول كده عشان ما اقللش من الناس دي اللي جت دي ناس لا تذكر ناس خلاص يعني نادي الزمالك اللعيب اللي ما يجيش ياخد بطوله فيه ويعلم خلاص التاريخ بينساه لان ده كان بدايه بالظبط هم مش ناس كتير الدكتور كمال افتكر ان هو يقدر يعمل منظومه ثانيه وفرقه ثانيه بفلوس اقل وحاجات اقل بكتير ويقدر يهيمن وده كانت بدايه السقوط الكبير بشير التبعي كابتن حسام كابتن ابراهيم في تامر عبد الحميد اتعور في حاجات كتير حصلت حاجات كتير طيب